来。来。خليك هناك شوية. تعال. شاطر شاطر تعال. تعال تعال. تعال. شاطر تعال. تعال برافو تعال بس بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا والناس اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. طبعا سلطان سلطان من محافظة الغربية، وطبعا سلطان بتاع عبد الرحمن. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عامل ايه يا باشا؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ايه مشكلة سلطان؟ ما الواخد عليهم بس. واخد على الكل. مش مفيش شراسة اللي هو عارفه بس. تمام. انت قلت لي انا مش عايز الكلب بتاعه، انا عايز الكلب شراسه بس. تمام. يعني معنى كده ان انت جاي هنا ومقتنع ان ممكن الكلب يبقى شرس. تمام حبيب قلبي. محافظه الغربيه دي احسن ناس. طنطا بالاخص صح؟ حبيبك. طنطا طبعا شلال ساده بدر. حبيبي. ممكن تقول لي على المشاكل اللي هو بيعملها كده مع موضوع مش واخد عليهم دي؟ لا عايزك يعني اعرفني في حد ممكن يخش يحله عادي؟ عادي ما هو مربوط وانت مش موجود حد يحله. وانا مش موجود عادي. تمام. ما حاولتش مره ان انت تدخل حد من صحابك عليه تحاول تخليه يهجم الحاجات دي؟ بيعدي فيهم لو حد ضايقه جامد. لو حد ضايقه جامد يعني دفاع، موضوع دفاع. مش هجوم. مش هجوم. مش هجوم. تمام. مفيش مشاكل تانية غير كده؟ لا. اخر مشكلة صحية شفتها مع الكلب ده كانت ايه؟ حاجة طلعت له كده في دماغه كده خراج كده. خراج كده. خراج طلع له في دماغه. كان بناء عن علاجات او حقن؟ لا لوحده. لوحده كده. تمام. طيب انت شايف ان في شعر بيقلص صح؟ ده على طول. على طول الشعر ده بيقع. صح على طول شعره بقى. انا واضح اهوت اول ما هتيجي عليه لقيت شعر طالع منه. طبعا باذن الله هنبدا نشتغل عليه. تمام. وربنا الموفق. هنشوف رد فعل الكلب ايه. لو في اي مشكله في الكلب في خلال من اسبوع لتسعة ايام او حاجه هرن عليك نعرفك نقول لك الكلب تمام او مش تمام. تمام. خلاص. طبعا دي حاجه احنا بنبقى ماشيين على النظام ده علشان ما حدش يزعل مننا واحنا نبقى زعلانين من حد. وكان الكلب تمام هنقول لك يا عبد الرحمن الكلب تمام، وهنوروك فيديوهات او مقاطع فيديو ان الكلب شغال تمام. تمام. في اي مشكله هنعرفك برضه. خلاص. لعل وعسى طبعا يبقى ممكن الكلب يكون طبيعته او في مشكله نفسيه او حاجه قديمه طبعا عدى مؤثر عليه يعني. قدرنا نغيرها بنغيرها، ما قدرناش نغيرها علشان انت كمان ما تخسرش فلوسك وفي نفس الوقت احنا ما نخسرش وقت والكلام ده كله. تمام. حبيب قلبي ربنا يبارك لك فيه وانت نورتنا النهارده. تحياتي ليكم يا جماعه وتحياتي لعبد الرحمن. وباذن الله هنبدا نشتغل مع سلطان شراسه بس. عبد الرحمن طالب كده تمام شراسه بس. باذن الله نحاول نغير من طبعه ونشوف نظامه ايه وهجماته والحاجات دي كلها. تحياتي لكم جميعا. تابعوا معانا سلطان في الحلقات اللي هتنزل باذن الله. تحياتي للجميع. ما تنسوش لايك وشير وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.